مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية من مدينة خريبكة. تقول لكم سنة سعيدة إن شاء الله بكل ما كتمنوا يا رب. إذا فبفضل مجهودات رجال الأمن ووعي ساكنة عاصمة الفوسفات، غادي تشوفوا معنا الأجواء كيفاش دايرة. أكيد شوارع المدينة خاوية ما بعد منتصف الليل، كل شيء دخل داره. إذا فكنت دائما تنلقب يعني بحكم التغطية اللي كندير في مدينة خريبكة، دائما ما كنت ألقب ساكنة مدينة خريبكة بالعقول الراقية، وفعلا تستحقون اللقب صراحة. يعني عرفتوا ما لكم وما عليكم، عارفين بأن من بعد 12 ديال الليل راني غادي نتعرض لمساءلة قانونية، عارفين بأنني من بعد 12 ديال الليل اليوم في ليلة رأس السنة أنني غادي نخالف القانون. هنا كيتجلى الوعي، هنا تنقولوا لساكنة مدينة خريبكة تبارك الله عليكم وتستحقون لقب العقول الراقية صراحة. كنا وكبنا قبل قليل، دابا تشوفوا فيديو عبر قناة شوف تي في، التعزيزات الأمنية اللي كان واحد المجهود جبار من رجال الأمن هنا بمدينة خريبكة. البراجات في وسط المدينة، البراجات في مدخل المدينة، ويعني من الجهة ديال الدار البيضاء، من جهة ديال الفقي بن صالح، يعني المدينة كلها عمرة برجال الأمن كما قلت، تعزيزات أمنية مكثفة. اليوم مشاهدي قناة شوف تي في لا في وسط المدينة ولا في مدخل المدينة ولا في الخرجة ديالها، يعني الحمد لله اللي كانت يعني مراقبة صارمة صراحة، مراقبة صارمة. الوثائق ديال السائقين، تحقيق الهوية، كيتحققوا من الهوية اللي مازال اللي حد الآن يعني راه نقدروا نعتبروها ليلة بيضاء بالنسبة لرجال الأمن، لمن رجال الأمن الوطني ولا الدرك الملكي ولا يعني الكل مجند في هذه الليلة، ليلة رأس السنة. تحياتي، تبارك الله عليكم، سنة سعيدة، الله يكمل سيرفيسكم بخير وعلى خير، الله يحفظكم. تحياتي. إذا فصراحة يستحقون منا كل تقدير والاحترام، لأن نعتبرها ليلة بيضاء ما غاديش ينعسوا، غادي يبقوا واقفين في البراجات. ولكن حتى الساكنة تبارك الله متعاونة، انتم تشوفوا كتحكموا، حتى الساكنة تبارك الله متعاونة، دخلوا لديورهم، شوارع المدينة خاوية، عارفين ما لهم وما عليهم. إذا مشاهدينا كنجدد الترحاب بكم مع أختكم نادية في هذه الجولة الليلية بشوارع عاصمة الفوسفات، نتيجة ديال التعزيزات الأمنية، النتيجة ديال الخدمة ديال رجال الأمن كنشوفوها الآن على المباشر، كنشوفوا بأن حاضرين يعني في كل مكان، كنلقاو يعني السيارات ديال رجال الأمن، المطر ديال رجال الأمن، البراجات، الحمد لله البلد ديالنا كينعم بالأمن والأمان اللي خطيهم علينا. فانتم تشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في يعني شوارع المدينة كيفاش دايرة في هاد الأثناء بعد منتصف الليل، ليلة رأس السنة. انتم غادي تشوفوا وغادي تحكموا كما تنقول ديما في الصورة منا، والتعليق لكم خوتي، لأن فعلا هنا كنلاحظوا كاين الوعي ديال الساكنة، كاين مجهودات جبارة ديال رجال الأمن اللي صراحة راه يعني بداو بكري بالبراجات، كان تحقيق الهوية، كان يعني اللي دار شي مخالفة راه أكيد كيتعرض للمساءلة قانونية. ولكن الحمد لله عجبنا الحال صراحة، عجبنا الحال، راه والله العظيم تكيضرنا خاطرنا. يعني تصوروا معايا دابا من بعد 12 ديال الليل، وانت عارف القانون اشنو شنو القانون اللي غادي تطبق اليوم من بعد 12 ديال الليل، يعني كاين حظر التجوال الليلي، يعني الا خرجتي ولقاوك رجال الامن فاكيد راه غادي يديوك وغادي تعرض للمساءلة قانونية. والحمد لله فرحنا ملي لقينا الناس واعية ودخلوا لديورهم، لان حتى خاطرنا والله العظيم تكيضرنا درنا ملي غنشوفوا واحد غادي تشد على بحال هادشي، علاش ما علاش خرجت من بعد 12 ديال الليل، وانت عارف من بعد 12 ديال الليل ما خصكش تخرج، خصوصا اليوم يعني ليلة رأس السنة. إذا هكذا هي الأجواء بعاصمة الفوسفات،
تحية لساكنة مدينة خريبكة، تحية لرجال الحموشي، تحية لكل واحد بدل المجهود من راسه، لأن دائما سنقوله الإصلاح تبدأ من نفسنا، مني أنا يبدأ الإصلاح، منك أنت أخي يبدأ الإصلاح. يعني أنا ما نخليش نفسي وما نخليش راسي باش أن يتلقى علي القبض، أو أن رجال الأمن يلاحقوني في الأزقة وصافي. كنعرف مالي وما علي، كاين قرار، كاين قرار. فشكرا لاحترامكم لهذا القرار، شكرا لالتزامكم، شكرا انكم دخلتوا البيوت ديالكم، شكرا فعلا اننا ما شفناش يعني اعتقالات وما شفناش شي حاجه اللي كضرنا في خاطرنا. راكم خوتنا وحبابنا وولادنا وامهاتنا وابائنا، يعني صراحه داكشي اللي كنبغيو لنفوسنا كنبغيوه للغير. تحيه لكم. اذا كان مره اخرى كنجدد ترحب بكم، تنقول لكم مرحبا بكم، سنه سعيده لكل المسلمين اللي دخل علينا وعليكم هذه السنه ديال 2022 بالربح والتيسير والرزق والصحه يا رب. كل واحد فينا عنده امنيه او امنيات كيتمنى يتحققوا، طلبوا الله سبحانه وتعالى كل واحد اللي حقق ليه الامنيه ديالو. تحيه لخوتنا الجاليه اللي تنقولوا لكم توحشناكم، دوزنا بزاف ديال المناسبات بلا بيكم، البلاد بلا بيكم والمناسبات بلا بيكم دوزناهم ناقصين صراحه، ولكن دائما كنقولها راكم خارج ارض الوطن، قلوبكم هنا مع خوتكم ومع احبابكم، واقفين فوق الشده، لان فعلا حنا فوق الشده، لاننا حنا في زمن كورونا، لاننا حنا في واحد الزمن اللي احتاجينا اننا نديروا يد في يد. فعلا تبتوا المغاربه اننا فعلا حنا واحد، الا تقاس واحد نتقاسوا جميع، الا جاع واحد رحنا نجوعوا كاملين نتحاسبوا عليها. حسينا بالمسؤوليه وحسينا يعني باننا خص يكون داك التضامن وداك التآزر مع بعضياتنا. الحمد لله هادشي تيحت عليه الاسلام والمغاربه، الحمد لله ناس الخير ناس الجود والكرم. شكرا لكم، شكرا للتضامن ديالكم في الظرفيه الصعبه اللي كي يمر بها العالم كامل. ونطلب الله سبحانه وتعالى الله يرفع علينا هذا الوباء، الله يرفع علينا هذا الوباء يا رب، نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. صراحه توحشنا الحياه الطبيعيه، توحشنا يعني بحال اليوم يعني هذه الاجراءات 12 ليل، ما بقيناش باغيين نبقاو محصورين بالوقت. دارتها ظروف كما تنقولوا، جابتها الظروف، جابتها زمن كورونا، جابها زمن كورونا اننا ولينا يعني لازم علينا اننا نلتزموا ونحترموا التعليمات والاجراءات الاحترازيه. خليونا بحال هكا خوتي، نبدلوا مجهود مع بعضياتنا، والتغيير كما كنقول كيبدا من نفسي، مني انا ومنك اخي، باش نقدروا نديروا شي حاجه زوينه، نقدروا نديروا التغيير ونلمسوا فعلا. الحمد لله لمسنا، لاحظوا معنا غير اليوم بالتعاون، انا شخصيا فرحانه، فرحانه ما لقيتش ولدي تيتلقى عليه القبض، فرحانه ما لقيتش خويا كيتلقى عليه القبض. ملي كنقول خويا وتنقول ولدي، راه ماشي ضروري نكون انا اللي ولدته ولا راه ولدته لي امي، فكنا الحمد لله خوت، وكل شيء ولادنا وكل شيء حبابنا وكلهم ابائنا وامهاتنا. اللي تضركم كتضرنا، اللي تفرحكم كتفرحنا، فاحنا كنجمعوا الحمد لله. تنقول لكم خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه، نتمنى ان شاء الله نتجمعوا غير في الخير ونفرحوا جميع ونشوفوا غير الحاجه اللي كتفرحنا، ونستمدوا من بعضياتنا الطاقه الايجابيه، حتى اللي تحبط فينا الاخر يمدوا بالطاقه الايجابيه، حتى اللي اكتئب فينا الاخر يمدوا بالطاقه الايجابيه باش يعاود ينهض مره اخرى. الحمد لله، ونطلب الله سبحانه وتعالى الله يرفع لنا هذا الوباء. ومن امام المقانة اللي مكتوبه فيها الان سنه سعيده 2022، كنتمنى لكم كل خير خوتي. شكرا لرجال الامن، شكرا للتعزيزات الامنيه المكثفه اللي عطت نتيجه صراحه رائعه، ترفع لكم قبعات التقدير والاحترام. شكرا لساكنه مدينه خريبكه، شكرا لان كما قلت لكم لقبتكم بالعقول الراقيه، وتستحقون اللقب اخواني اخواتي، والله تستحقون اللقب. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، الله يدخل علينا وعليكم هذه السنه بكل ما كتمناو، تلقوا في مباشر اخر.
إلى اللقاء بعد.